بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه دائما وأبدا نطلب العون والتوفيق والسداد والنجاح. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، فإنك أنت قادر على كل شيء قدير. هكذا يسير على بركة الله وتوفيقه. الشوط الأول الرئيسي في صباحية هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق 16 من شهر 10 لعام 2020، ضمن انطلاقات التمهيد الرابع لفئة اللقاية المسافة المقررة من قبل اللجان العليا المنظمة لهذا السباق التمهيدي 4 كيلومترات. ينطلق أول أشواط هذا اليوم الخاص بفئة الأبكار المحليات الأصايل لأصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل، مباشرة إلى الصدارة، مباشرة إلى المركز الأول. هنا تأتي أشواق على مقدمة هذا الشوط، حمد بن خليفة بن محمد بن شاهين المرر تأتي على المقدمة وعلى البداية. بينما نقلتنا على المركز الثاني من الجانب الاخر اللي وصلت وتقدمت هدنك لغصاب بن مصبح رعطير العامري، بينما الوصول في المركز الثالث وهذه خير عبد الله بن خليفه بن محمد بن شاهين المرر، بينما في المركز الرابع الواصله في هذه اللحظات هذه هملوله خليفه بن عبد الله بن ياعد الحمير، والوصول من الجانب الاخر في المركز الخامس هنا تتدخل بكل قوة طويلة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، ياتي سعيد بن سالم لنيبي في عملية تضميرها وتدريبها، بينما في المركز السادس الان وصلت وتقدمت هنا ناصية احمد بن محمد بن غنام الهاملي، بينما في المركز السابع القادمة ولا ايضا المتدخلة ندى لمنصور بن خميس بالصوب الاكتبي، بينما ناخذ الان اللي على المركز الثامن. وفي المركز الثامن من الجانب الاخر هذه تتقدم ايضا مصيحة لعبيد بن سويد العامري، بينما في المركز التاسع هذه تقدمت هنا اجمل قادمة خالد بن ثاني بن ضحية الاكتبي، بينما في عاشر المراكز بلقى هنا الوصول من الشاهينية من هجن الرياسة، ياتي احمد بن مطهر بن مايد الخيالي في عملية تضميرها وتدريبها. هكذا هي النتيجة والنداء للعشر المراكز الاولى. اوفينا لمسامعكم هذه الاسماء، ولكن عودة من جديد الى مقدمة الشوط، عودة الى الصدارة الى سكان المقدمة. هناك من غيرت وانطلق ادرك مع قائد المصانع اليروبية، ياتي مع الصدارة الاولى مع المركز الاول غصاب بن مصبح رعطير العامري. يا سلام يا سلام على الحضور، ركز يا سعيد يا بن غصاب يا راعي الطير يا العامري مع ادرك هذا الاسم الجميل والمتميز بالفعل، بينما القادمة المركز الثاني هنا الواصلة بكل قوة هذه تتقدم الطويلة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، ياتي سعيد بن سالم لنيبي في عملية تضميرها 1200 عن خط النهاية 1200، بينما في المركز الثالث هذه القادمة خير عبد الله بن خليفة بن محمد بن شاهين المرر يتقدم نحو المركز الثالث، بينما في المركز الرابع القادمة مصيحة ايضا لعبيد بن سويد العامري، بينما في المركز الخامس هذه تحركت الان وصلت السلطنة سعيد بن محمد بن سلطان العويسي. جولة الاوامر النهائية ولكن وين يا
يدرك، ما شاء الله يدرك، ما شاء الله على الحضور. يا راعي معرف، يا راعي الكثير من الأسماء القوية. الله 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 الله، راح غصاب، راح غصاب رعتير. الله 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 الله، العوايد العوايد، صاحب العوايد ما يخليها. هذا الاسم الكبير، راعي صناعة، راعي الكثير من الأسامي التي صالت وجالت في ميادين الدولة وخارج أراضي ميادين الدولة. سلام يا راعي الطير، سلام للمصانع الجنوبية، سلام لأهل زاخر دار المفاخر وين ما يسكن. أبو سعيد غصاب بن مصبح راعي الطير العامري، ولكن السلطنة قادمة، السلطنة قادمة مع سعيد بن محمد بن سلطان العويسي. سلام والعصاب الأبطان، أدرك أدرك تذكرنا بيدرك العملاقة. سلام إلى أهل زاخر، وسعدت صباحا على هذا الفوز وهذا الانتصار، وتهانينا والناموس لقصاب بن مصبح راعي الطير العامري على فوز يدرك بأول أشواطنا في هذا اليوم. والعصاب الأبطان ما حركها، ما قالها شيء، هذه هي متألقة بالشوط الرئيسي. المركز الثاني السلطنة سعيد بن محمد بن سلطان العويسي، المركز الثالث وصلت العزوم لسمو الشيخ طحنون بن محمد بن خليفة النهيان، المركز الرابع وصلت مصيحة لعبيد بن سويد العامري، والمركز الخامس نحيل لأعضاء لجنة خط النهاية. هكذا هي النتيجة مشاهدين الأعزاء للخمسة المراكز الأولى. عودة للتوقيت الزمني، ساعة الوصول إلى خط النهاية من أدرك، هذه التي فازت بكل أريحية بالفعل. العصاب الأبطان مهدية غصاب بن مصبح راعي الطير العامري. توقيت الزمني 6 دقائق و8 ثواني، هكذا هو توقيت أدرك التي أهدت أهالي المصانع الجنوبية وأهالي زاخر بالفعل مع قايد المصانع الجنوبية. فتهانينا لعلى هذا الفوز وهذا الانتصار.